من فضيلة هذا الرجل على من أعطي أو لا؟ هل أقره أو لم يقره؟ ظاهر هذا اللفظ أنه أقره، لأنه قال أنا لم أمتنع من إعطائه لنقص في إسلامه أو إيمانه، إنما امتنعت خشية أن يكبه الله تعالى في النار، مع أني أرى أنه خير ممن أعطيت. فهو قد أقر النبي، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على ما قام في قلبه من تزكية ذلك الرجل، وأنه خير ممن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يز بين الإيمان والإسلام، فلا بد أن نعرف ما الفرق. وذكرنا الفرق أن الإسلام عمل الظاهر، والإيمان عمل القلب وعمل الباطن. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة، قول لا إله إلا الله، والإيمان العمل الصالح. هذا أحد الأقوال في التفريق بين الإيمان والإسلام، أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح الظاهر والباطن. قلنا فعل هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام بقصور في عمله، ولا يخرج، وكما هو الحال في المنافقين ليس لهم عمل إنما لهم قول فقط، ولا يخرج عن الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل. فالإسلام هو أدنى المراتب من الإسلام، ولا يخرج عن الإسلام إلا إلى الكفر بالله تعالى. الإسلام هو أدنى المراتب، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل. فالإسلام أدنى المراتب بالنظر إلى الإيمان والإحسان. الذي يحقق هذا المعنى في الفرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع حديث جبريل الطويل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وسأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر بقية الخصال الخمس. فبالنظر إلى هذين القولين وهذين الوصفين أو التعريفين من النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان والإسلام، يتبين أن الإسلام عمل الظاهر والإيمان عمل الباطن، وكل ذلك دين الله تعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والحديث كم ذكر من مرتبة حديث جبريل؟ ثلاث: الإيمان، الإسلام وهو أدنى المراتب، الإيمان، ثم ذكر الإحسان وهو أعلاها، وقال فيه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب والإحسان ما هو؟ إذا عرفنا أن الإيمان الإسلام هو إيش؟ أعمال الظاهر، والإيمان عمل الباطن، فالإحسان ما هو؟ هو الكمال في الظاهر والباطن، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان هو تكميل عمل الظاهر والباطن، تكميل الإسلام وتكميل الإيمان. ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أحيط، فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي، ولد من أرض فلسطين بالقرب من الضمبة، على نحو ميلين منها أو على نحو ميلين منها. ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه ففقأ عينه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون ويقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون ويقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: فأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهذه جملة من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهو ما يتصل بأشراط اليوم الآخر وعلاماته، وكذلك بعض ما يجري فيه. فالإيمان بهذه الأمور هو مما له صلة بالإيمان باليوم الآخر. وذكر المؤلف رحمه الله في أشراط الساعة
علامتين من العلامات الكبرى التي تكون بين يدي الساعة. والعلامات جاء الخبر عنها في كلام الله تعالى في قول الله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها ودلائلها. وقال جل وعلا في عيسى: وإنه علم للساعة، أي علامة. وقال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، فجعل انشقاق القمر أو جعل اقتران انشقاق القمر باقتراب الساعة دليل على أنه من علاماتها. وعلامات الساعة كما ذكرنا كثيرة متنوعة، منها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون مما يتعلق ببعثته، حيث قال كما في الصحيح: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وهذا يدل على تقارب ما بينهما، أي ما بين الساعة وبعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدلائل على الأشراط كثيرة في الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على أن للساعة دلائل وعلامات. هذه الدلائل والعلامات يقسمها العلماء في الجملة إلى قسمين من حيث قربها ودنوها من الساعة. علامات تكون قريبة، وهي العلامات الكبرى الظاهرة التي تنذر بحضورها وإتيانها، وعلامات صغرى كانت منذ بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامتدت عبر الزمن ما بين بعثته وقيام الساعة. ومن العلامات الكبرى ما جاء ذكره في كتاب الله تعالى، منهما أخبر الله تعالى به من خروج الشمس من مغربها، وذلك في قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فبعض آيات ربك المذكورة في سورة الأنعام هي ظهور الشمس من مغربها، وكذلك من الآيات الدالة التي ذكر على القيامة وهي من الآيات الكبرى خروج الدابة، وجاء الإشارة إليها في القرآن، وخروج عيسى وكذلك جاء الإشارة إليه في القرآن. ومن ذلك قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موته. والمؤلف لم يطل في هذا الباب، إنما ذكر أمرين توافرت على ذكرهما النصوص والأحاديث، وهما أمر الدجال وأمر عيسى بن مريم عليه السلام، وهما يذكران مقترنين في كثير من مسائل الاعتقاد وكتبه، وذلك أن نهاية فتنة الدجال على يد عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا سر ذكر الدجال مع عيسى بن مريم. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بهذه الآية فقال: ونؤمن بأن الدجال خارج. الدجال فعال من الدجل، والدجل في كلام العرب يطلق ويراد به الكذب، ويطلق ويراد به التغطية، ومنه سمي نهر دجلة، دجلة لأنه غطى ما حوله، وكذلك سمي الدجال دجال لأنه يغطي الأرض بفتنته، فلا يترك ناحية من نواحيها إلا يأتيها. هذا مما ذكر في معنى الدجال في اللغة. وأما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالدجال هو ما يبتلي الله تعالى به الناس من خروج رجل يدعي الربوبية، يجري الله تعالى عليه على يديه شيئا من الخوارق التي يفتتن بها الناس، وهو شر غائب ينتظر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدجال. والدجال عقد أهل السنة والجماعة في أنه رجل، وأنه حقيقة وليس خيالا، وليس علامة للشر أو كثرته كما يقول من يقول ممن يعطل النصوص ويحرفها. وقد أنذرته الأنبياء أقوامهم كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يسبقني إليه أحد أو لم يقوله أحد من الأنبياء قبلي، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه وجل من أحواله ما لم يسبق إليه نبي قبله صلى الله عليه وسلم، والسبب أنه لا نبي بعده،
فاحتاج الناس في البيان والإيضاح ما لم تكن الحاجة إليه قائمة من قبل. ثم هذه الفتنة فتنة تصيب الأحياء للأموات، ففتنة الدجال لمن أدركه، وأما من مات فإنه لا يفتتن به. وقد دلت على هذه على هذا النصوص، فإن الميت قد انقطع عمله فلا يفتتن بالدجال. ومن قال إنه يفتن به الأموات أيضا لا نصيب له، هذا قول لا نصيب له من العلم، لا نصيب له من العلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج ما أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، يعني يخلص نفسه منه. فدل ذلك على أنه لا سلطة له ولا أثر لفتنته على الأموات. هذه الفتنة واقعة في الأمة، وقوله في هذه الأمة المقصود به أمة الدعوة، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفتتن به الناس كلهم، مسلمهم وكافرهم. وقوله لا محالة أي لا شك ولا ريب في وقوع هذه الفتنة، فإنها فتنة محققة الوقوع لتوافر النصوص في الكتاب والسنة، لتوافر النصوص في السنة على ذكرها وإثباتها. ثم قال: كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن، هذا فيه الإشارة إلى دليل هذه الفتنة. وخبر الدجال تكلم فيه العلماء في مطولات كتب العقيدة بيانا وتقريرا وتوضيحا وشرحا وبسطا، فمن طلب المزيد فليراجع ما ذكره أهل العلم في ذلك. لكن الجمل التي ذكرناها هي أصول يضبط بها هذا الأصل. ثم قال: وأن عيسى بن مريم ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق. عيسى بن مريم وهو من أولي العزم من الرسل رفعه الله إليه، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، فرفعه الله إليه. فإذا قضى الله تعالى موته نزل إلى الأرض، أنزله من السماء إلى الأرض. ثم بيّن موضع النزول: ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخبر نزوله مما جاء ذكره في الصحاح والسنن والمسانيد، وهو مما ثبتت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيه أن يأتي الدجال، وهذا في أوان انحسار فتنته وانكشاف شره. يقول: وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق، وهذا مكان بين المؤلف رحمه الله هذا المكان، أو بين المؤلف أنه في الشام، حيث قال: فيهرب منه فيقتل عند باب لد الشرقي. وهذه الأماكن كلها في أرض الشام، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ثم قال: ولد ولد أو ولد، وهي بلدة يقتل فيها الدجال، من أرض فلسطين بالقرب من الرملة، بلدة معروفة في تلك الأرض، على نحو ميلين منها، أي على نحو مسيرة ميلين، والميل كيلو وستمائة متر تقريبا. هذا في الحساب المعاصر. والمؤلف رحمه الله لم يفصل فيما يجري من عند نزول عيسى، إلا أنه ذكر ما يتعلق بفتنة الدجال وأنه يقتله، وبه تتخلص الأمة من هذه الفتنة العظيمة الكبيرة الشديدة. وأما ما يجري عند نزول عيسى فقد جاء بيانه في أحاديث عديدة، من أنه يقتل الدجال، وأنه يحكم بالقسط ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويجري على يديه من الخير للأمة وللناس ما جاءت به النصوص، ولكنه ينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تنسخ شريعته صلى الله عليه وسلم بنزوله. ولذلك قال: وأنا خاتم، قال الله تعالى: خاتم النبيين، في ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ختم الله تعالى به النبوات. فمن يأتي بعد ذلك كعيسى بن مريم عليه السلام لا يأتي بنبوة جديدة ولا برسالة جديدة، بل هو
من تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به وتقدم ذكره. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالموت، فقال: ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه ففقع عينه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. وهو يشير بهذا إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الخبر الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه فصكه ففقع عينه. قد يقول قائل: كيف هذا؟ هذا من الأمور الغيبية، لكن من حيث إدراك المعنى الله تعالى قد وهب الملائكة من القدرة على التشكل ما يمكن أن يكون فيه يكون حصل هذا الذي خبر به أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجرى من موسى مع ملك الموت. ولذلك لا يجوز إنكار مثل هذه النصوص بناء على استغرابها أو استعظامها أو ما أشبه ذلك مما يجري في قلوب بعض من انحرف عن الجادة، بل يجب التسليم لما جاء به الخبر عن مع من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن موسى عليه السلام لما جاءه الملك صكه ففقع عينه، وهذا فيه بيان قوة موسى عليه السلام وإكرام الله تعالى له. وبقية الخبر رد الله تعالى الملك إلى موسى عليه السلام ثانية، وجرى ما جرى من قبض روحه لما قال له: ضع يدك على يد ثور فلك بقدر ما وقعت عليه يدك من السنين من شعر الثور. فقال ثم بعد ذلك قال: ثم الموت. فقال موسى عليه السلام: الآن. يعني إذا كانت الآن الموت فالآن. وعلى كل، المقصود الإيمان بما جاء به الخبر، والمؤلف ذكر هذا في جملة ما ذكر من الإيمان بأمور الغيب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لمؤمن أن يعارض هذه الأخبار أو أن يردها أو أن يدخل فيها متأولا برأيه أو بعقله أو مؤولا لها، بل يجب التسليم لها. ثم قال: ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح. نؤمن أي نعتقد ونقر بما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح. قد يقول قائل: كيف يكون هذا والموت أمر معنوي، لأن الموت ضد الحياة، مفارقة الروح البدن، فكيف يكون هذا؟ نقول: لا تقول كيف، لكن يجب اعتقاد أن الموت خلق من خلق الله تعالى. الموت خلق من خلق الله تعالى، وليس معنى لا وجود له، بل هو خلق. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالموت خلق من خلق الله تعالى، وإذا كان خلقا من خلق الله تعالى فكونه يأتي يؤتى به على هذه الصورة ويذبح لا غرابة فيه. وهذا ليس ملك الموت، الذبح هنا ليس لملك الموت، لأن ملك الموت يأتي بالموت، ولكن الموت أمر غير ملك الموت، الموت غير ملك الموت، فينبغي أن لا يشتبه هذا بذاك. فالملك الموت ملك من الملائكة المكرمين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والبحث في الموت لا في ملك الموت. فقوله صلى الله عليه وسلم: ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. كهيئة يعني على صورة كبش أملح. قال: فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت. ثم وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم. فيقول: هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم قال: ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت. يا أهل الجنة خلود فلا موت. وهذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم يعرفون الموت، أهل الجنة إذا سئلوا فقيل لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت وكلهم قد رأى، يشعر بأنهم يرونه على هذه الصفة، يشعر بأنهم يرونه على هذه الصفة، يعني يأتيهم
يرونه على الصورة التي كان قد أتاهم بها، وهذا ليس ببعيد ولا غريب، ولا نستطيع أن نقول ما صورته، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أنه كهيئة كبش أملح. فهل يأتي الناس إذا قبضت أرواحهم على هذه الهيئة؟ الله أعلم. لكن ظاهر سياق الخبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يعني المنادي هل تعرفون هذا، فيقولون هذا الموت وكلهم قد رآه، يشعر بأنه أتاهم أنهم رأوه على الصورة التي قد سبق لهم أن رأوه عليها، ثم يذبح، وذلك أنه قد فرغ منه، فلا موت في الجنة ولا في النار، ولذلك يقال خلود فلا موت لأهل الجنة وخلود فلا موت لأهل النار. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، ثم ذكر بعد ذلك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.